الأخوة الأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم تاني في فيديو جديد على قناتكم فاسي ايمو. وكما العادة وكما ديما كاين غير الهوتة الهوتة. اليوم عندي لكم هوتة رائعة جدا، أبارتمون فيها 80 متر، فيها 80 متر، موقع رائع جدا سيدي معروف، قريبة لجميع المراكز المهمة اللي كنحتاجوها في يوم في اليوميات ديالنا. ما عليكم غير تكملوا لا فيديو وان شاء الله غيعجبكم الفيديو وغتعجبكم لابارتمون، وغنقول لكم الثمن ديالها. الثمن ديالها انا متاكد غادي يصدم الجميع، حيت اليوم هذه هي الهوته، وهذه هي باش معود هذه باش معوداكم ديما الفاسئين تبعونا. مرحبا بكم، انتم كما كتشوفوا احنا دخلنا لابارتمون، انتم كتشوفوا الصباغه كيفاش دايره، الدار مشمشه دايره بالشراجم كامله. انتم كتشوفوا دابا الصالون كبير تبارك الله، مطرف بوحدو مقاد جاي مع لونطخي، لونطخي حداها ان سيجو، اللي بغى يدير كليسه صغيره ولا يدير تلفازه تما ولا صاله مونجي. وراه انتم كتشوفوا قاع الدار كامل كيفاش كتبان من الصالون الباب الدخله، صباغه باقي مولها صباغه جديده. الدار كاينه في دوزيام ايطاج كيما قلت لكم، دايره بالشمس، الشمس دايره بها كامله صباح وعشيه. الدار كيما كتعرفوا قلت لكم فيها 80 متر، تمتعوا معها شوفوها، وري كنشوف كاع لي كومونتير ديالكم، واللي ما عجباتوش ولا شي حاجه يخلي لي كومونتير تحت، انا نخليكم على لي فوتو او ميم طون شوفوا الصور. شقة رائعة رائعة جدا، وانا متأكد ملي غتزيدو تسبعو الثمن انا متأكد غادي تبان لكم الهوجة كيما معودينكم ديما، كيما راكم عارفين نحنا الناس تبارك الله تبايعنا وتشارينا معاهم وعجبهم الحال، حنا هذا هو الهدف ديالنا. خليكم دابا مع الصالون وندخلو ونشوفو الكوزينة، كوزينة اللي كتعجب العيالات. شوف الكوزينة تبارك الله كاستخي، فيها جميع الأمور اللي كتحتاجها، كوزينة عندها بلاصة تلاجة، بلاصة كونجيلاتور، بلاصة لا ماشينة لافي، مشمشة هانتوما كتشوفو فيها باقا نقية وزوينة. هانتوما كتشوفو في لاكوزين، خليكم معاها. اونفاس معها حمام، قريب لها ليسي كوليج، قريب لها بيم، قريب لها الطاكسيات، قريب لكازا نيغشو، ميم با 10 دقايق على رجليك توصل كازا نيغشو. والان نخرجوا من لاكويزين وندخلوا للبيت نعاس، شومبر كبيره فيها بلاكار كبير كاستري، فيها جوج شراجم كما يتكم، الدار مشمشه اهم حاجه كما كتعرفوا، اهم حاجه هي الشمس، الدار اللي ما مشمشاش مشكل، هذه لافونتاج اللي فيها مشمشه، كامل الغرف مشمشين، الغرف كاملين كبار. هانتوما كتشوفوا الصالون، عفوا كتشوفوا في كتشوفوا البيت نعاس كبير، كتشوفوا الصباغه كيفاش مصبغ، الزليج باقي نقي وزوين، الدار خاويه. أنت خرجوا من هالغرفة وندخلوا الغرفة الثانية، وانتم كما كتشوفوا الغرفة الثانية كبيرة تاهية،
واسعه بشرجم ديالها، غرفه اللي بغى يديرها للدراري الصغار ولا بغى يديرها سيجور يجلسوا فيها ولا شي صالون. انتم الان كتشوفوا الغرفه متسعه تبارك الله، واهم حاجه اهم حاجه انها الدار ما في نقيه بزاف. خليكم هالصوره دابا، واخر حاجه الحمام، وريكم الحمام. الحمام كما كتشوفوه كبير، فيه دوش وحمام، الزليج ديالو نقي وزوين. انتما كتشوفوا الحمام نقي طرف، كاين اللي كيبغي يدير السده وداكشي، كاين لا سباس عالي. وكيما شفتو انا وريتكم دابا الدار كامله، جيكم للمهم. انا عارفكم كلكم كتسناو المهم، اللي وصل هنايا راه كيتسنى في المهم. هاد لابارتوم، هاد لابارتوم والناس كاين في سيدي معروف، دوزيام ايطاج مشمشه كامله من الصباح حتى الليل، فيها 80 متر، فيها 80 متر. الثمن ديالها، الثمن ديالها 68 مليون، 68 مليون. قريبه لكازانير شور، ميم با 10 دقائق تكون في كازانير شور. موقع رائع جدا، موقع سيدي معروف ادارسه، موقع رائع جدا. ابارتمون 60 مليون. نتمنى الفيديو يعجبكم وتساندونا ديما حنا بالتشجيعات ديالكم باش مستمرين. وديما كما العود كما العاده، الهوته 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 مع قناتكم الفاسي ايمو. تصبحوا على خير، الى فيديو واحد اخر ان شاء الله.